النهاردة نشرتنا الرياضية هتكون متميزة جدا لأن كل بطلاتها بطلات مصريات، وهنركز فيها على أهم الإنجازات الرياضية بالنسبة للمرأة المصرية، وهنبدأ مع منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة واللي بدأ في معسكر مغلق تأهبا واستعدادا لخوض بطولة شمال إفريقيا النسائية واللي هتتلعب في دولة تونس في الفترة من 13 ل 18 مارس بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب. دكتورة دينا رفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على ملف الكرة النسائية قالت إن في جهد كبير جدا بيتعمل لتطوير منظومة الكرة المصرية من أجل الازدهار بها والوصول لأبعد نقطة ممكنة، ومع مرور الأيام وبالعمل المستمر أصبحت الكرة النسائية المصرية عائلة حقيقية بتكبر وبتتطور كل يوم. عندنا لاعبات محترفات ولاعبات متألقات في دورياتنا المحلية في مختلف درجاتها، وكلهم نجمات للمنتخبات الوطنية رافعين شعار منتخب مصر. نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة للسكواش تم تتويجها بلقب بطولة بلاك بول للسيدات للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على هانيا الحمامي بنتيجة 3-1. وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش للتصنيف PSA العالمي الجديد للاعبات خلال شهر مارس، ووصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطايرة مواعيد منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر آنسات للموسم الرياضي، وتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر 8 فرق أبرزهم الأهلي، الزمالك، سموحة، الصيد، هليوبوليس، وادي دجلة، الشمس وسبورتينج. وهتقام المباريات يوم الجمعة الجاية 10 مارس على صالة نادي المقاولين العرب. اتأهلت 4 لاعبات مصريات للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 7 ل 12 مارس. تأهلت ملك إسماعيل بعد تصدرها للمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1059 نقطة. كمان اتأهلت هايدي عادل بعد حصدها ل 1039 نقطة، واتأهلت سلمى عبد المقصود للدور نص النهائي بعد تصدرها المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 1073 نقطة كأعلى رصيد نقاط بين كل اللاعبات المشاركات في مجموعات التصفيات. واتأهلت كمان أميرة أنديل بعد ما وصلت للمركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 1063 نقطة. منتخب مصر لكرة السلة سيدات حصل على المركز الأول عربياً والرابع أفريقياً في التصنيف الدولي للعبة خلال شهر فبراير اللي فات، واتقدم المنتخب 3 مراكز في التصنيف العالمي واحتل المركز 39 بعد ما كان في المركز 42. نادي بون أحد أندية الكرة النسائية الألمانية أعلن ضم اللاعبة المصرية السكندرية نور مصطفى لتعزيز صفوف الفريق الألماني اللي هينافس في دوري الجامعات الألماني بالقسم الثاني في الموسم الحالي.